تعترفي ان منة شلبي سبقتك بخطوات كتير قوي؟ لا اعترف جدا، منة شلبي دي حبيبة قلبي، انا من اشد المعجبين بيها. ده اعتراف قوي جدا. لا طبعا، وانا بحييكي على شجاعتك. وانا بحبها جدا وبحترمها جدا وبحترمها فنيا وانسانيا، وبحترم التطور اللي حصل لها على كل المستويات، وبتمنى لها كل التوفيق في المسلسل اللي جاي. وصلتي معاها في ازمتها الاخيره؟ يعني هي صاحبتي قوي وحبيبتي من زمان، فبس ما بحبش اتكلم في الحاجات دي. زائد خلينا نعدي القصه دي عشان اصلا نسيت بقى. فهي حبيبه قلبي في كل الاحوال. يعني انا هحترم جدا انك بتحترمي صاحبتك وبتحترمي صداقتك ليها. طبعا. واعترافاتك معايا خلصت وبعد الفاصل عدينا اهو من الكورس. لا والله كنت صريحه جدا يا مريم. الحمد لله. وبعد الفاصل نكمل حلقتنا، اتفضلي.